بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، أخي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات أدمعي، أخي اليوم شبوا نارهم في منزلي. بعد ايش سووا زينب؟ وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، أخي اليوم قادوني بظلم يا أخي، والصمت ألمني وأطفالي معي، أنعيم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنام بالصوت ألم أضلعي، فأجابها من فوق شاهقة القناة، يا قضي القضاء بما جرى، يا فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري، إي ما كنت أصنع في حمايا، إياهم فاصنعي. عندما سقط أبو عبد الله على واهجة الرمضة وإذا بفخر المخدرات زينب شقت الصفوف إلى أن وصلت إلى مصرع أبي عبد الله،
عندما وصلت إلى مصرع الحسين رمقها الحسين بطرفه: أزينب هذه؟ قالت: فدتك زينب أبا عبد الله. قلها: إن شاء الله ما جيت تبكين ودمع عينك يسيل. زينب: إن شاء الله ما جيت تبكين ودمع عينك يسيل، إن شاء الله ما سمعوا العدوان لك صوت وعويل. شو تقول له زينب؟ تقول له: أخويا أنا صوت الجال ما ينسمع سمعه، والله مطول الجال ما ينشاف شافه، خدري خدري الجان ما ينداس داس. صحت: خويا أنا جيتك يا خويا، شلون جيي أجرون يا ابن أمي علي؟ والله أجرون يا ابن أمي علي علي، يقولون غايل غاشمي الغاشمي محتارة وتطر جيوش مي. خويا أنا جيتك يا خويا فاجد الراي ومن الرعب تتراجف عضى، أنا جيت وعلي أعداي توما يقولون هاي أم الخدر هاي هاي اخت الذبيح الما شرب ما اي هاي اخت الذبيح الما شرب ما. والله الحادحين مر بزينب وفات وقف ينباب لي كرهون، وقفات وسمعوا زينب أقسج المات، ترى هاي الأخوغ من العطش ما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لتنوير قلوبنا بنور الإيمان، ولقبول أعمالنا، وللإزدياد في توفيقاتنا، ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، نصلي معا على محمد وآل محمد. نعيش هذه الليلة أيضا في رحاب سيد الخلق
وسيد الوجود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في الليلة الماضية جئنا إلى القرآن الكريم وذكرنا بعض مقامات سيد الخلق في القرآن الكريم. هذه الليلة أيضا إن شاء الله تعالى سوف نأتي إلى القرآن الكريم ونريد أن نتعرف على مقامات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في البدء تعال معي إلى سورة الفتح، وفي أول آية من هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أرجوكم أحبتي تأملوا هذه الآية المباركة. لمن الفتح؟ الله جل في علاه بصريح العبارة يقول: إنا فتحنا، شنو هو؟ لك. يعني الفتح لمن؟ الفتح للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فالفتح لرسول الله صلى الله عليه وآله. والليلة الماضية ذكرنا في أعظم عبادة يعبدها الإنسان ويتوجه بها إلى الله، وهي الصلاة. هذه الصلاة عندما يتوجه بها الإنسان وأساسها القبلة، وإذا بالقبلة هي أساسها لمن؟ قلنا سابقاً والاتجاه إلى بيت المقدس لنعلم من يتبع النبي ممن ينقلب على عقبه، ولاحقاً فلنولينك قبلة ترضاها. الكعبة المعظمة، وأيضاً من العبادات العظيمة التي يتوجه بها العبد إلى الله، وهذه العبادة التي قال الله جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرع من الفروع وواجب من الواجبات، الإنسان يجب أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام. هذه العبادة التوحيدية العظيمة لو نظرنا إليها بعمق لوجدنا أساس هذه العبادة هي لمن؟ قبل أن نسبق الأحداث، تعال معي إلى القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي لمن؟ إليه، لو إليهم، لو كان القصد إلى البيت كان الضمير شنو كان؟ إليه. لكن القرآن ما قال إليه، شنو قال؟ إليهم. من هم؟ إبراهيم عليه السلام جاء بولده إسماعيل وزوجته هاجر، أم إسماعيل، وين أسكنهم؟ بواد، كما تبين الآية المباركة، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يقول من ذريتي،
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي لمن؟ إلى الذرية لو للبيت، لا إليهم. ومن هم هؤلاء الذرية؟ من هم ذرية إسماعيل؟ ذرية إسماعيل هم محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. عندما أتم بناء البيت، بناء الكعبة، جاء الأمر الإلهي إلى إبراهيم وأذن في الناس بالحج. شنو هو؟ يأتون لو يأتوك. شنو يقول القرآن؟ قال يأتوك، ما قال يأتون. لو كان القصد إلى تلك الأحجار فقط وإلى الكعبة كان شنو القصد؟ كان شنو الآية يجب أن تكون؟ لقال الباري جل في علاه يأتون، لكن ما قال يأتون، قال يأتوك في زمن إبراهيم. إبراهيم هو أساس الحج، وفي زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله من هو أساس الحج؟ هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. في زماننا اليوم من هو أساس الحج؟ أساس الحج مولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولذا ورد في الرواية على أن أساس الحج وتمام الحج كما عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول تمام الحج زيارتنا. الحاج يذهب إلى حج بيت الله، يجب عليه في زمن رسول الله أن يذهب إلى رسول الله. في زمن الأئمة الطيبين الطاهرين يذهب إليهم ويعرض عليهم الولاية والمحبة، هذا واجب. فتمام الحج زيارتنا. فهذه العبادة العظيمة أساسها شنو هو؟ أساسها الانقياد إلى حجة الله. بعد الله سبحانه وتعالى ما الذي يخبرنا من مقامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعال معي إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يوم من الأيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جالس على مائدة الغداء يتغدى، وكان على تلك المائدة أبو حنيفة النعمان. الإمام الصادق عندما انتهى من الأكل قال اللهم إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله. يقولون أبو حنيفة تونس، قال إي والله، خوش لزمة لقيتها على جعفر بن محمد الصادق. قال له يا ابن رسول الله، الله رازق صحيح، الله منعم صح، لكن كيف تقول اللهم إن هذا منك ومن رسولك؟ رسول الله يعني منعم؟ أليس هذا شرك بالله؟ هاي السوالف اللي اليوم جاي نسمعها، مو عندما نتوجه إلى أولياء الله شو يسمونا؟ يسمونا مشركين مو؟ الله يغني صحيح، لكن كيف تنسب الرزق إلى رسول الله؟ قال له يا أبا حنيفة، أما قرأت القرآن؟ أما مررت بهذه الآية المباركة؟ يا آية ابن رسول الله. قال في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغنى فعل مو؟
والفعل يحتاج إلى فاعل، وعلامة الفاعل شنو هو؟ الرفع. مو اقرأ الآية، اقرأها. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، لو رسوله رسوله من فضله. فالله يغني والرسول يغني، الله يغني بالذات والرسول بالموهبة. الله أعطاه، الله أعطاه. الله الذي خلق للنبي وأهل بيته كل الوجود، ألا يعطي هذه الأمور؟ إخواني، كلمة كثيرا ما نسمعها من ها هنا وها هنا، وهي كلمة الغلو. هسه البعض للأسف ما يدري أن الغلو ينكتب بالغين أم بالقاف، لكن تعال شوف. إذا ذكرنا مقام من مقامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل البيت، تعال شوف تنتفخ أوداجه. هذا غلو ولا يجوز. عجيب يا بابا، تعال أنت تعرف أصلا الغلو ما هو؟ تعرف الحد بين الغلو وغير الغلو؟ حتى هذه المقامات لآل البيت صلوات الله وسلامه عليه تنكرها أنت؟ تعال معي إلى هذه الرواية التي تروى عن سيدنا ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه. الراوي يسأل الإمام الكاظم، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، فيقول له: سيدي ابن رسول الله، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هل ورث الأنبياء، ورث النبيين من لدن آدم إلى نفسه ورثهم؟ قال: بلى ورثهم. قال: يعني ما كان عندهم عند رسول الله؟ قال: نعم. قال: يعني عيسى يحيي الأموات، وسليمان بن داود عنده علم منطق الطير؟ قال: بل عنده وزيادة، عنده وزيادة. قال له سليمان: مع ما كان الجن والإنس والحيوانات وكلها كانت بخدمته، لكن عندما تفقد الطير مو وما شاف الهدهد، أم كان من الغائبين مو القرآن كما يقول، ما الذي توعد سليمان؟ قال: لأعذبنه عذابا شديدة. شنو صاير؟ ليش؟ لأن الذي كان يدل سليمان على الماء من هو؟ هو الهدهد. يقول: هاي المعلومة البسيطة كانت غائبة عن من؟ عن سليمان. لكن نحن أهل البيت، القرآن ما الذي يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. افتح باب قلبك يا مؤمن يا موالي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هذا القرآن الذي من كان عنده شو يسوي؟ يقطع المدائن، يقطع أراضي، يسير جبال، يكلم به، يكلم به موتى. يقول: هذا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنحن الذين الله اصطفانا على خلقه. صلوا عليه.
فالله سبحانه وتعالى أعطى لسيد هذا البيت، أعطى لسيد الخلق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يعطه لأحد من الخلق. هسه سؤال، نقرأ في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا التفضيل بأي شيء؟ أكو أساس لو ماكو أساس؟ عندما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول أساس التفاضل هو بأي شيء؟ بالعلم. وأي علم؟ العلم المؤتى من قبل الله سبحانه وتعالى. كل ما كان علمك أكثر فدرجتك شنو؟ أرفع، أرفع. عندما نأتي إلى القرآن الكريم ونشوف مقامات الأنبياء، موسى، عيسى، الله ما الذي قال عن هؤلاء؟ وما هي درجة علمهم قرآنيا؟ عيسى ابن مريم نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل، ما هي درجته العلمية؟ القرآن ما الذي يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. لأبين لكم شنو هو؟ بعض. فدرجة علمه شنو هو؟ بعض. لكن بهذا البعض ما الذي كان يستطيع أن يصنع؟ أرجوكم وتأملوا أحبتي، تعال معي إلى سورة آل عمران آية 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أرجوكم وتأملوا أحبتي، شخص درجة علمه كثر؟ بعض. يقول أنا أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فأني هذه الآية فيها مباحث عدة وجواب لكثير من هذه الشبهات اللي اليوم تطرح من ها هنا وها هنا، ويقول لك والله أنت أفعال الله وصفات الله، صفات الله تنسبها إلى الخلق. مشكلة إذا نسبت صفة من صفات الله إلى مخلوق فأنت تصبح مشرك. عجيب، الله خالق لو مو خالق؟ الله شو يقول في القرآن؟ خالق كل شيء. لكن الخالق لكل شيء في كتابه جل في علاه في القرآن الكريم ما الذي يقول؟ يقول عن لسان عيسى بن مريم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. بالله عليك، عيسى ابن مريم ينسب الخلق له أم لله؟ لمن ينسب الخلق؟ لنفسه، ما قال الله، قال أنا أخلق. أخلق، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. بعد شو يقول؟ مو فقط أخلق، أنفخ فيه. الله يقول ونفخت فيه من روحي، وعيسى بن مريم شو يقول؟ يقول فأنفخ فيه. نفخت الله فيها حياة، ونفخت عيسى شنو فيها؟
فيها حياة. أكو أحد قال عيسى مشرك؟ وبعد مو شيعة جاي يقولون علي بن أبي طالب أو الحسين أو عيسى هو ينسب لنفسه، ونص صريح في القرآن الكريم: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص. من أنا وياك نجي نتمسك بضريح الحسين سلام الله عليه، نتمسك بضريح قمر العشيرة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، ونطلب منا الشفاء، شو يقول لك؟ يقول لك هذا شرك عجيب. يا بل ليش أنا مشرك؟ قال لأن القرآن يقول: وإذا مرضت فهو يشفي. صحيح، فإذا مرضت فهو يشفي، لكن وقل لمن يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. اللي يريد يجي للقرآن الكريم ويستفيد من القرآن الكريم لا يأتي فقط بآية واحدة، لأن آية واحدة لا توصل، ما توصلني إلى الهداية. مجموع القرآن من باء البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى ومن الجنة والناس، كل القرآن حجة. والله مو أنا أخذ آية واحدة وبهذه الآية أكفر بها مسلمين وشريحة كبيرة من المسلمين. من أعطاك هذا الحق أن تكفر هذا وذاك؟ إخواني، التكفير شيء الله لم يعطه لأي أحد من خلقه. تأملوا القرآن الكريم، اقرأوا القرآن. قوم موسى عندما مروا على شجرة ذات أنواط تعبد من دون الله، قالوا لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم. ايش قالهم؟ بصريح العبارة قالوا له: خلينا إله. قالوا له ولا ما قالوا له؟ اللي يعبد غير الله مشرك لو ما مشرك؟ اجعل لنا. لكن ايش قال لهم؟ قال لهم: جددوا إيمانكم، جددوا توحيدكم، هذا قولكم شرك؟ قال: إنكم قوم تجهلون. ما نسبهم إلى الشرك، بل وإنما نسبهم إلى الجهل، إلى الجهل. لكن تلقى اليوم يذبح ويقتل وهو مستانس، مستانس وهو على حق ونحن على باطل. بعد يا عيسى ابن مريم قال: وأبرئ الأكمه والأبرص. عيسى يقول: أنا أشافي، أشافي. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذا علم الغيب لو مو علم الغيب؟ لكن يجيك البعض يقول لك: الغيب هو مختص بالله. اي صحيح، صحيح، الغيب بالذات هو لله، لكن الله علم أولياءه لو ما علم أولياءه. في باب الشفاء الله أعطى إجازة لأوليائه أن يشافوا ويعافوا لو لا. فعيسى ابن مريم يحيي أموات، ماكو مشكلة، توحيد مو؟ لكن إذا قلنا الحسين يحيي أموات تقوم القيامة مو؟ ومن هو الأفضل؟ ومن هو الأفضل؟ الأفضل هم محمد وآل محمد. فدرجة علمه بعض، تأمل العبارة حتى نصل الوقت أخذنا. وكان يصنع، يحيي أموات، يبرئ الأكمة، يخبر عن المغيبات،
تعال معي إلى موسى بن عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتبنا له في الألواح من كل شيء. درجة علم اشقد بعضهم من كل شيء، لكن بهذا البعض ما الذي يصنع؟ يضرب بعصاه البحر، ينفلق له ما ينفلق؟ هي ضربة، هو انفلاق بعد، وهي يبسة طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. يخرج يده بيضاء، وهي المعاجز كلها. ودرجة علمه بعض. نبينا آخر سليمان بن داود يقول علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أوتينا من كل شيء. درجة علمك كثر بعض، لكن هسه هذا البعض الذي عند موسى وعند عيسى وعند سليمان نفس الشيء نفس الدرجة؟ لا يختلف. ليش؟ لأن البعض الذي كان عند عيسى وموسى أهلهما لكي يكونا شنو؟ أنبياء ورسل، بل ومن أولي العزم من الرسل. لكن البعض الذي كان عند سليمان لم يؤهله إلا أن يكون نبيا ورسول، خلاه يصير من أولي العزم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من هو؟ آصف ابن برخيا. درجة علمش كثر بعض. بعض، لكن بهذا البعض ما الذي كان يصنع؟ حذر عرش بلقيس منين؟ من صنعاء اليمن إلى أورشليم، مو إلى بيت المقدس. وهو عنده شنو؟ هو حرف واحد، مو علم من الكتاب. من الكتاب هسه إذا واحد عنده علم الكتاب كل شيء يسوي. الوقت أخذنا إن شاء الله إذا كان عمر تتم في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى حول علم أهل البيت وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء اللي للأسف ظلموا حتى في مقاماتهم، حتى في مقاماتهم، ولم يعرف لهم قدر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نسبوا ما نسبوا إليه، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والذي كان يخبر عن أهل بيته إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ما صنعوا بآل البيت، ونحن في محضر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، في مثل هذه الليالي والأيام زينب رجعت إلى المدينة. زينب وصلت للمدينة، لكن شلون وصلت إلى المدينة؟ يقولون عندما وصلت إلى مشارف المدينة نظرت إلى المدينة
وهي منادية: مدينة جدنا لا تقبلين. فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنين. صحت خويا أردا للمدينة شلون وشنهي ردة البيت، وشقل للدار لو قالت يا زينب وين هالي، وشجاوب لليناشدني أشو من دون خجيتي. يا خويا شلون طبتي للمدينة للمدينة، شجاوب للي قل حسين وين، ويا شجاوب للي ناشدني من الناس اخوك حسين وين وين. عباس اقول حسين ظل جثة، اين المنادي وعزين؟ والله اقول حسين يا نظل جثة بلا راس، وعباس في القطعة ويمينه جلست في دار الحسين. كل زاوية من هذه الدار تذكرها بأبي عبد الله. صحت خويا يا ابن امي يا ابن امي يا خو، ايه فرقا يا ابو اليمة تخلص الفرقة، ورد ردود يا ابن امي وصيحا هلا هلا بهالملقى، وصيحا هم صدق رديت، لكن زماني زماني اش خلى وش بقى، اشوف الدار ذيك الدار لكن كلها لي غياب، وكان احجي ويا روحي شلون يا روحي من صل حسين، شحكي لو شبي وابدي إلى الحديث منين. أنا أول ما أحب إيده وأقول لك عد يا نور العين، خل من عندك أشبع شوف يا تالي خلي الأطياب، ومرة اللي أقل روحي يا روحي من أصل ابن أمي، قبل لا أحكي بهضمي وهمي ومحنتي وغمي، أنا أحط راسي على ذراعه وامزج دمعتي بدمي، وقل لموش نزينا بشلون تعوفني ويا جنار. صحت خويا يا دغري يا دهري شلوني لك دوره، من الدور من الدور تصيب بسهمك الأغلى، من الدور أريد أبكي على الشالة، من الدور من الدور حسافة ديارهم ظلت خلي. صاحت خويا أبو علي يا ابن أمي يا ابن أمي يا أخو،
خويا شعودنا شعودنا ونقعد سوى ردود يا أخو، والله شعودنا ونقعد سوى ردود، ذاك الزمن بيامنا يعود، والله بيامنا يعود، أنا لفرح وذب هدومي السود يا أخو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، يسر أمورنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الولاية والإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة من قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.